تفضلي يا تريزا. الو، اهلا يا بنتي، مساء الخير يا صابون. اهلا وسهلا. ازاي قلتك صلواتك صلوات العذراء والقدسية. ابونا، كان ليا عندك استفسار ممكن؟ تفضلي. هو لو في واحده عملت خطيه زمان وند مثلا عليها وهي قدمت توبه لربنا، بس هي ما قالتش وما عندهاش استعداد او ما عندهاش الجرأه انها تقول لاب اعترافها او لكاهن، هل دي قدام ربنا يعني تكون ربنا قبل توبتها؟ شوفي يا بنتي، ربنا رحمته واسعه قوي، وفي لقاء السامريه ربنا ما كسفهاش، هو اللي قال لها تاريخها في جمله واحده باختصار شديد: كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك. بعدين شجعها قال لها: هذا قلت بالصدق. اذن ربنا مش غرضه يعني يذل ولاده ابدا، والاعتراف ما فيهوش ذل. لكن ما تنسيش ان الكتاب المقدس قال لنا: من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر بها ويتركها يرحم. مش لازم تقولي اي تفاصيل، او البنايه دي ما تحكيش تفاصيل، لكن ممكن تقول كعنوان عشان ضميرها يرتاح وعدو الخير ما يحاربهاش بتذكر الشر الملبس الموت، لئلا تقع في يأس او تقع في فقدان رجاء او تتحارب بافكار مرتبطه بالخطايا القديمه. لكن طبعا خطاياكم لا أعود أذكر، يطرحها في بحر النسيان. ربنا وعدنا في أشعياء 1 قال: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض وتصير كالتلك. بس الناس ترجع له وتطلب إنها إيه يعني تمسك في ربنا جامد، ولا نعود نخطئ أيضا لألا يكون لنا أشر. تفضلي. أنا